آلي أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المتجدد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا البرنامج ممن يفيدون ويستفيدون. نحن ناقشنا في هذا البرنامج عددا من القضايا، بعضها أمور تتعلق بالعقيدة وبعضها أمور تتعلق بالعالم الغيبي. فتكلمنا في بعض الحلقات عن الملائكة وتكلمنا عن الجن، بعضها تتعلق بأحوال العبد مع ربه عز وجل، فتكلمنا في بعض الحلقات أيضا عن الدعاء، تكلمنا عن ما يتعلق بالاختلاط، ما يتعلق بالحجاب، يعني مررنا على عدد من المواضيع التي رأى الشباب الذين معي أنها مهمة وأنها جديدة في طرحها وينبغي أنها تحرك في أذهان الناس. اليوم أنا أقبلت إلى الشباب، فإذا هم يعني عندهم نية أن يخرجوا في البحر في يخت، وقد استعدوا تقريبا لهذا استعدادا، فأحببنا قبل أن نذهب معهم أن نتكلم عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالترفيه والترويح. يعني بمعنى، هل الإسلام حرم اللعب مطلقا؟ هل الإسلام حرم الضحك مثلا؟ ما هي الضوابط الشرعية المتعلقة بكل لعبة من الألعاب، بالمزاح، بغير ذلك؟ فأنا أرحب بالشباب وأشكركم، جزاكم الله خير على حضوركم معنا. أنا بعطي مقدمة كالعادة تتعلق ب يعني تأصيل المسألة شرعا وما يتعلق بأحكامها الشرعية عموما، ثم بعد ذلك إذا عندكم الشباب عندكم مداخلات يمكن أنكم تفيدونا بها. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنه هو أضحك وأبكى. فمسألة الضحك والمزاح في الإسلام ليست مسألة محرمة عموما، ولم يأمر الله تعالى العبد بأن يكون دائما يعني باكيا أو عابسا أو حزينا، بل مسموح لك أنك تضحك وتمزح. والنبي عليه الصلاة والسلام مزح، أقبلت إليه امرأة عجوز قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: لا يدخل الجنة عجوز. وراحت المسكينة تبكي، قالت: خلاص، معناها أن الجنة ما في أمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها تعود شابة، فهي ما تدخل الجنة وهي عجوز. يوم ثاني أقبلت إليه عليه الصلاة والسلام امرأة تشتكي من زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام لها: زوجك الذي في عينه بياض. طبعا معروف أنه إذا كانت العين بيضت أنه يصاب بالعمى، مثل ما قال الله تعالى عن يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فأصيب بالعمى. ظنت المرأة أن زوجها أصيب بالعمى. طيب، هي الآن جاية تشتكي منه، لكن ضاق صدرها ومباشرة عادت إلى زوجها وجعلت تنظر في عينه، تفتح عينيه. قال: ما بالك يا امرأة؟ قالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينك بياض. قال: ألم يقل لك إن بياضها أكثر من سوادها؟ بعد، وهل هناك أحد ما في عينه بياض؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم قصده أن يمزح معها. يوم ثالث أقبل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فرأى عليا مضطجعا وقد سقط رداؤه عن كتفه، وقد أثر التراب في عضده، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا تراب. المقصود من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، لكن المشكلة يا جماعة لما يكون هناك نوع توسع في هذا المزاح إلى درجة أنه يطغى على الإنسان وتصبح حياته كلها مزاح وضحك دون أن يكون فيها شيء من الجد، أو أن يكون هناك بعض أنواع المزاح المحرم. مثل إيش تتوقعون مزاح محرم؟ مثل القمار أو أحسنت، اللعبة اللي فيها ربحية أو كذا. جميل، هذا أو الكذب، أو الكذب أثناء المزاح. تلقى واحد يجيب شيء جديد، أو يقول مثلا يمزح معه يقول الله أبوك مات، أو يرسل له رسالة جوال أو نحو ذلك. إذن أولا، مسألة الكذب في المزاح هذا أمر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل له ثم ويل له ثم ويل له. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من حدث ليضحك الناس فيكذب. فلا يجوز شرعا أن الإنسان يكذب في المزاح. قد يسألني بعضكم عن النكت، يعني يقول واحد مثلا: يا شيخ، في نكت مثلا أن في فيل جاء إلى نملة وقالت النملة كذا، ونكتب بعدين يضحكون مثلا. يعني أحد منكم يعطينا مثال على نكتة من هالنكت؟ شيخ، في نكتة يقول لك نكتة لحظة، يعني تجهزوا تضحكون عشان ما ينحرج. لا، في نكتة دشيت السجن ليش؟ ايش؟ في نكتة دشيت السجن ليش؟ نكتة دشت السجن ليش؟ بعت واحد من الظهر. بعت واحد من الظهر بس ما يخليك، ما في نكتة أحلى شوي؟ لا تنكت في حياتك أرجوك، أنت خطر على مجتمع التنكيت. عموما مثل هذه
يعني نكتة دخلت السجن لأنها ذبحت واحد من الضحك مثلا. السامعون جميعا يعلمون أن هذا خبر لم يقع صح؟ يدرون أنه من باب ضرب الأمثلة ولا لا؟ يدرون أن كلهم من باب ضرب الأمثلة وأنه لم يقع أصلا مثل هذا. ومثل المثال الذي ذكرت لكم زرافة جات وقالت كذا ويضحكون الناس أو فيل سوى كذا كذا أو إلى غير ذلك. نملة ما تدخل الماء حتى برسل على شعرها. أيوة هذا مثل كذا مثلا. يدرون الناس أن النملة لا يمكن أنها تفعل ذلك. فإذا كان هذا يعرف السامع بأن هذا من باب ضرب الأمثال فهذا لا يعتبر من الكذب عموما. صحيح أنه لا ينبغي أن يغلب على الإنسان إلى درجة أنه خلاص يصير 24 ساعة حافظ هالنكت أو يبدأ يتتبعها في الإنترنت ويتتبعها ويقرأ كتبها، لكنها لا تدخل في هذا الحديث اللي هو ويل له ثم ويل له ثم ويل له من حدث ليضحك الناس فيكذب. الأمر الثاني أيضا يتعلق بالنكت. أحيانا في بعض النكت تتعلق ببلدان معينة، زي نحن ما ودنا نضرب أمثلة، لو كان المجلس خاصا ممكن أضرب أمثلة، لكن مشكلة أن نحن في قناة فضائية أو أشخاص يعني مثلا قبائل قبائل أو عوائل معينة. يقولك مثلا في كذا ويذكر لك بلد معين دائما نكت عليهم مثلا، أو قل غير ذلك أيضا من مسطول واحد مفهي يعني، أو مثلا على قبائل معينة أو عوائل معينة. هل هذه يا شباب تدخل في حكم الغيبة ولا لا؟ تدخل في الغيبة. طيب عموما بالنسبة للغيبة العلماء ذكروا أن الغيبة إذا كان الذم يلحق شخصا معينا، يعني فرضا مثلا أتكلم عن محمد مثلا وقلت أن فرضا أعطيكم قصة معينة بحيث أنكم كلما رأيتم محمد تذكرتوا أوه هذا اللي قال الشيخ عنه كذا وكذا، فإذا كانت الغيبة تلحق شخصا معينا هذه غيبة. أما لو قلت أنا فيه مثلا حلنا أعطيكم مثال علي، قلت مثلا فيه عريفي سوى كذا وكذا وكذا، معروف أن العائلة مثلا كبيرة وفيها عدد كبير من الأشخاص، فتعرف أنت أن ليس كل واحد آخر اسم العريفي أنه يتصف بهذه الصفة، فهي تكون من باب الاستهزاء ولا تكون من باب الغيبة، وأمرها أهون من غيرها عموما. هذا بالنسبة للمزاح. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في غزوة من الغزوات مع بعض أصحابه، فأحد الصحابة مر بآخر فإذا ذاك قد جعل سلاحه تحت رأسه، معركة يعني لازم سلاحه جنبه، فأقبل وأخذ السلاح خفية، استيقظ هذاك فجأة فلم يجد سلاحه فشده وفزع وجعل يصيح ويبحث عن سلاحه، خاف أن واحد من المشركين أخذه، المسألة موت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن ذاك كان يمزح معه قال صلى الله عليه وسلم لا يروع أحدكم أخاه. فينبغي في المزاح أن لا يحصل فيه ترويع للمؤمن، واحد يجي أو إحراج أحيانا، واحد يا أخي يأتي يعني يصيبك بأذى في ثيابك، يصيبك بأذى، ينغزك نغزة معينة وانت في مجلس، يرميك في الماء أحيانا وانت متجهز بلبس مناسب أو نحو ذلك، لا ينبغي أن يكون فيه أذى. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن عندنا هالضوابط من أنواع المزاح. أو تدري خلنا ننتقل إلى شيء آخر من الترويح. بس في نقطة قريب من المزاح الكذب يعني، في الآن يقولك في ناس يقولك إن كذبة بيضة مش مو يعني كذبة يعني خفيفة، هذا ما تعتبر كذبة خفيفة ما بيضة عموما إنها يعني كذبة أي كذب عادي ما في مشكلة كذب زي ما تبي وألف لك طاعة كبيرة أيضا كذبة كبيرة تصير. هذه بريليش وصلت إن بعض الجرائد تنزل خبر قوي يعني في أحد الدول الأوروبية نزلت خبر إن باب البرلمان صبغ بالأحمر هو بالأساس بالأسود معروف والنظام عندهم هالشيء. ثاني يوم قالوا إن هالشيء كذبة. عموما إحنا ما علينا من كذبهم، لكن اللي أتكلم عنه مسألة تصغير الكذب وأن كذبة بيضة وكذبة سودة، والكذب واحد يا جماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا خلكم مع الصادقين. ويقول عليه الصلاة والسلام أن الكذب أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فالنصوص الشرعية الواردة فيما يتعلق بالكذب عموما هي كثيرة، لكن ولو تيسر أيضا يكون في حلقة عن الكذب هذا جيد يعني. لكن الضوابط اللي المفروض نعرفها الآن عن المزاح قبل أن ننتقل إلى نوع آخر من الترويح، ألا يكون فيه كذب، ألا يغلب على المرء، ألا يكون فيه أذى للمسلم، وإلا فكون الإنسان يمزح الأمر في ذلك سهل.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كل اللهو باطل إلا ملاعبة سياسة الرجل لفرسه، يعني تدريبه لفرسه وملاعبته لأهله. فكذلك مزاح الرجل مع امرأته وملاعبته لها وكذا هذا من المزاح، لكن أمر شرعي يتقرب إلى الله تعالى به. أنتقل معكم مدام بقي معنا يمكن قرابة العشر دقائق، أنتقل معكم إلى نوع آخر من الترويح وهو ما يتعلق باللعب. اللعب أيضا تكلمنا أظن احنا عن شيء من اللعب في السابق ولا لا؟ عن أن إيش تكلمنا عن البلاي ستيشن والألعاب الإلكترونية. حطينا قاعدة للثلاث أشياء أنها إذا كان لم يلهي. أحسنت، البلاي ستيشن ذكرنا قاعدة تذكرها؟ إذا كان أذكر إذا كان لم يلهي عن صلاة. إذا كان ما يلهي عن صلاة. وإذا كان يعني. ما في شيء كشف عن العورات. وإذا كان ما في كشف عورات، يعني ما هو بيلعب مثلا. وأمامه صور نساء شبه عاريات وقاعد يلعب. الأمر الثالث لا يكون فيه معازف. وفي أمر رابع مهم، ألا يكون على عوض. إيش أعني بعوض؟ وش معنى لا يكون على عوض؟ ما يكون بفلوس، ما يكون بفلوس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبق، يعني نهى عن العوض إلا في أشياء معينة، في الحافر، يعني في سباق الإبل، وفي الرمي في النصل. يعني عندنا أشياء معينة أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيها السبق، يعني يكون فيها العوض المادي. أما غيرها فلا يجوز أن يكون فيها عوض. لذلك حتى في خذ مثالا مثلا مدام فتحنا المجال وعسى الوقت يسعفنا، يعني لو ناس الآن يلعبون طائرة، كرة طائرة، إيش حكم لعب الطائرة؟ حلال، جائز، ما في مشكلة. لكن لو قالوا يا جماعة اللي يفوز المبلغ، اللي يفوز له المبلغ الفلاني يدفع الفريق الثاني، شو الحكم؟ هذا ما يجوز، هذا صار سبق. الآن صار إما غانم أو غارم، إما غانم يغنم فلوس أو سيدفع فلوس. لو قطة حطية مثلا، كل اللي بيدخل عدد اللعيبة 12 في الطائرة ولا لا، قالوا كل واحد يدفع مثلا 10 ريال، فاستطاعوا أن يجمعوا كم؟ 120 ريال. قالوا الفريق اللي يفوز يأخذ هال 120 ريال كلها. هذا أيضا ما يجوز، لأن السبق محدد بأشياء معينة، اللي فيها دفع جائز محدد بأشياء معينة، إما في الرمي، تعلم الرمي، أو في السباق على الخيل، أو في السباق على الإبل. عندنا أشياء معينة في خف أو حافر أو نصل، هذا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يجوز. لكن لو جاء واحد ثاني في طرف ثالث، يعني فريقين الآن يلعبون، وجاء واحد طرف ثالث، أنا جئت وقلت يا شباب اللي يفوز أنا لي أني أعطي كل واحد من لعيبته 10 ريال ولا 20 ولا 50، إيش الحكم؟ هذا جائز. إذا كان طرف ثالث، يعني هذولا ليسوا غارمين أو غانمين، ليس غارم بيدفع وبالتالي يخسر، أو غانم بيأخذ، لا هو فقط غانم ممكن يأخذ فلوس لكنه ما خسر شيء، صارت منافسة على شيء. أحسن، منافسة على شيء خارجي من طرف يسمونه المحلل، من طرف ثالث. طيب لو واحد من فريقين جاء وتحدى الثاني، قال نتحداكم تغلبوننا، قالوا إيش لنا إذا غلبناكم؟ قال نعشيكم. زين، فإذا غلبنا نحن نعشيكم، لكن لو غلبتونا ما تعشونا. هذا أيضا جائز، لأنه من باب الهبة، ليس من باب الجائزة اللي تأخذها أنتم أو تأخذونها أنتم. عرفتم؟ يعني الفريق الثاني ما خسر شيء، يعني المهزوم ما خسر شيء، يسوي عشاء أو كذا. لا، مش المهزوم اللي يسوي عشاء، فريق معين قال يا جماعة أنا إن فزت عليكم فخلاص ما في عشاء ولا في شيء، أنتم غير ملزمين تعشوني، وإن فزتم علي فأنا أقول لكم أني بعشيكم. فهذا إذا كان من طرف واحد. إذا كان ترى يا جماعة أحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية دقيقة، يعني لابد أنها تستوعب. أنا بعطيكم فيها قاعدة عامة حتى تستطيعوا أن تحكموا عليها في خلال الألعاب، الكرة، ألعاب الطائرة، السباحة. معنا يا إبراهيم، أنت شكلك ما فهمت شيء، لكن ما هي مشكلة على الكرة، بس قلت كرة. طيب في المسابقات عندك ثلاثة أحوال، إما أن يكون غانم يأخذ فلوس، أو أن يكون غارم يدفع فلوس، أو أن يكون لا غانم ولا غارم، طالع بلوشي كذا ما له شيء. أبعطيكم مثال على الأول. اجتمعوا فريقين الآن،
كل واحد دفع 10 ريال فجمعوا فريقين طائرة فجمعوا 120 ريال صح؟ لأنهم 12 شخص فجمعوا 120 ريال وبدأوا يلعبون. الآن كل واحد منهم غرم 10 ريال من اللعيبة صح ولا لا؟ غرم يعني دفع، الغارمين هم اللي دافعين. طيب غرم 10 ريال، هو الآن أمام حالين لا ثالث لهما بعد نهاية المباراة، إما أن يخسر عشرته كلها وتروح عليه ويأخذ الفريق الثاني، أو أن يكسب مع عشرته عشرة ثانية. فهمتوا هذه؟ فهو بين حالين، إما أن يكون غارم راحت العشرة ريال عليه، أو غانم جاء له مع العشرة عشرة أخرى. أنتم معي؟ فهذا ما يجوز زين؟ لأنه سبق، والسبق لا يجوز إلا في خف أو حافر أو نصل اللي هو الرمي. الحالة الثانية أن يكون غانم فقط، أني آخذ لكن ما أدفع، مثل إيش ذكرت لكم مثال قبل شوي، ها مثل المباراة اللي إيش أنا شيء من طرف واحد أي من اللي يعطيهم من طرف واحد اللي هو أحسن طرف خارجي جو يلعبون 12-6 وجئت أنا من برا وقلت اللي يفوز أعطي كل واحد من الفريق 10 ريال. سميت شيء أنت شيخ اللي هو المحلل. المحلل. فالآن الفريق اللي قاعدين يلعبون هؤلاء هو إما غانم وإما غارم. لا غانم ولا غارم، غانم أو لا غانم أو لا. ممتاز، لأنه ما دفع فلوس في البداية أو خاصة. فهو إما غانم أو ما جاء فلوس ولا دفع شيء. ففي هذا الحال أيضا هذا جائز، إذا كان غارم أو غانم ما يجوز. ترى مسألة دقيقة عموما، إذا كان غانم فقط هذا جائز. إذا كان أقول لهم أنا اللي يفوز أبعطي 10 ريال، هذا خلاص هو ما هو خسران شيء، إن فاز أخذ 10 وإذا ما فاز هو أصلا ما خسر شيء، لعبوا انبسط. الحالة الثالثة أن يكون غارم فقط، مثل يأتون مجموعة شباب قالوا والله احنا بنصلح الملعب، بس الملعب يحتاج الى ناتي بسياره تصلحه ونحتاج نشتري شبك ونركب كشافات مثلا. فكم عدد لعيبه؟ اللعيبه 12. كم يكلف؟ والله يكلف 1200 ريال. معناه كل واحد لازم يدفع كم؟ 100 ريال. يدفع 100 ريال. فجاءوا ودفعوها واصلحوا الملعب، لكن لن ياتيهم اموال من بعدها، فهذا فقط غارم. إيش حكمه هذا؟ هذا جائز، ما في بأس عليه. أما ما يتعلق بالألعاب اللي القمار، الألعاب اللي في بعض الملاهي أحيانا، السباحة اللي في الاختلاط، بجي الآن عند السباحة، خلنا نخلص من هذه. في بعض المدن الترفيهية أحيانا يكون في ألعاب من القمار، تأتي وتشتري تذكرة وتضغط لك زر، إذا الزر هذا يقفز منها ضمن كرة، أنا ما أذكرها بالضبط، شلون اسمها؟ إذا ضربت الزر تطلع، إذا طلعت كرة طلعت أي هدية تأخذها، إذا ما طلعت ما. وتشتري تذكرة بكم؟ 5 ريال. بخمسة ريال، والهدية ممكن تكون بكم؟ 100 أو 200. ممكن 100-200 ريال. وهذه تعتمد على الحظ المجرد، حظك صح؟ يعني ممكن طفل صغير أبو سنتين تشيله ويضغط زر ويطلع له 200 ريال، وأنت معك شهادة دكتورة وتضغط ويطلع لك أبو ريال. صح. تعتمد على الحظ المجرد، لا تعتمد على خبرة ولا ذكاء ولا دقة ولا شيء. هذا هو القمار ولا لا؟ مثل اللي يلعبون شده او جنجفه او 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 ورق لعب او كذا، على وكل واحد دافع 10 ريال، واللي ياتيه مثلا الجوكر، واللي ياتيه شايب السبيت ولا شايب الهاص ولا ما ادري، على اسماء الناس المتنوعه ياخذ ال 40 ريال كلها مثلا. فهذه حظ مجرد، هو قاعد يوزع الورق ولا احد يقدر يتحكم الا الحظ المجرد فيها. فهذه حقيقه يا شباب ضوابط مهمه ان احنا نفهمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولابه. وينبغي حقيقة لكل من يمارس هذه الألعاب أن يسأل في الضوابط الشرعية المتعلقة بها. الله سبحانه وتعالى أنزل الدين لأجل أن يحكم جميع الحياة، ليس لأجل يحكم أشياء معينة. فكذلك الألعاب نحن مسلمون وتحكم بالضوابط الشرعية. أنا أشوف وقت الحلقة انتهى معنا، وإن كان عندنا اللي ذكرها الأخ حسين. والله عندنا أشياء كثيرة يا فضيلة الشيخ، يعني لعبة كرة القدم وأحكامها، والسباحة وأحكامها أيضا، اللعب وقت الصلاة أحيانا، والسب واللعنة أثناء اللعب أحيانا. لكن أنتم متى تطلعون اليخت حقكم؟ الظاهر اليوم. لعلنا نكمل الكلام في اليخت إن شاء الله، بس ترى ماني بدافع معكم، أنا بصير غانم ولست غارب. الضيف يا شيخ. الله يجزاكم خير.
أشكركم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم، أشكر الشباب جزاهم الله خير اللي معي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا هيا رفيقا.